بس الناس عاوز اعرف بس النسبة قد ايه يعني. طب بالنسبة للناس اللي كانت حضرت معايا في أو حد مثلا راجع حاجة ولقى فيها مشاكل؟ الحاجات اللي اتشرحت قبل كده فيها مشاكل؟ تمام. ثواني بس اعمل شير سكرين. باشمهندسة منى ماهر، ما هو ان شاء الله يعني هعيد على اللي انا شرحته قبل كده بس بسرعة طبعا، ان عاوزين ناخد حاجة جديدة النهاردة. اوكي هنعيد. احنا اول حاجه كنا شرحناها تمام، طبعا ده مش هنعمل حاجه بقى. اول حاجه الاوتوكاد، نعمل اول حاجه كنترول ان تمام، ومن السهم اللي هنفتح قائمه السهم ده، وهنفتح علينا نفتح القائمه دي ونختار تمام. تاني حاجه هنعملها او بي انتر تمام، وهنجيب يوزر بريفرنس وهنختار كليك رايت كليك عشان نفعل رايت كليك بتاع الماوس تمام. وقلنا هنختار اول واحدة وتاني واحدة واول واحدة تمام، دي لازم، دي لازم الحاجات دي لازم نأكد عليها، ونعمل نجيب اوبن اند سيف ونتأكد ان احنا هنحفظ على 2000 تمام، ونشيل الاوتوماتيك سيف ده، هو بيكون متعلق احنا نشيله تمام، ونقول له اوكي. تاني حاجة او تالت حاجة بنأكد عليها برضو، هنعمل او اس انتر اللي هي اوبجكت سناب، ونتأكد ان الحاجات دي اند بوينت وميد بوينت وسنتر ونود كوادرانت وانترسكشن بقيت شغاله معانا، ونشوف البلور تراكنج تمام، ونخليها 30 ونقول له اوكي. واتاكد من الاوبجكت سناب هنا عندي متفعله تمام، والبولر تراكنج دي تكون متفعله اللي احنا بنعدلهم، اللي هي بتاعه الزاويه وبتاعه الاوبجكت سناب، الاثنين دول يكونوا متفعلين كده. احنا خدنا امر لاين اللي احنا قلنا ال انتر تمام، وقلنا بنضغط ضغطه بالماوس وبنحدد الاتجاه، نحط المسافه اللي احنا عاوزينها وليكن مثلا 6 ونقول له انتر تمام. هو كده لسه جوه الامر، عاوزين نطلع من الامر نقول له انتر بالمسطره او كليك او رايت كليك تمام. احنا قلنا برضو عشان نشوف استخدامات الرايت كليك، لو احنا علمنا عليها على اللاين دون كده تمام، واتكينا رايت كليك بيظهر لنا قائمه مختلفه، قلنا من استخدامات الرايت كليك. ولو احنا مش معلمين على حاجه ومش جوه امر معين واتكينا رايت كليك اهو، وجيت ارسم لقيته بيرسم امر لاين تمام، لانه بيرجع للامر السابق تمام. ولو انا جوه امر لاين وعاوز اخرج واتكيت رايت كليك بيتفعل كانه امر انتر. ده كده استخدامات الرايت كليك. وقلنا السكرول اللي هي البقرة تمام، بعمل كده بيها زوم اوت زوم ان وبرجعها ورا بتعمل زوم اوت تمام. ولو اتكيت عليها تكتين بتعمل لي زوم اكستند،
بتجيب لي كل الرسومات بمستوى الصفحة اللي عندي، تمام. وبرضه لو اتكيت على البقرة ومسكت بيها الرسمة، لقيت متك على البقرة بيعمل علامة ايد زي ما انتم شايفين، وببدأ احرك بيها الرسم كويس كده. لحد هنا تمام. ها يا جماعة، حد يرجع تمام؟ خلاص. بعد كده ده امر لاين. قلنا لما نيجي نعلم امر لاين بيتحدد بثلاث نقاط. اول نقطة بتبقى استريتش، بنعمل بيها استريتش المسافة اللي احنا عاوزينها، والنقطة اللي في النص بنبدأ نحرك بيها اللاين في المكان اللي احنا عاوزين. ده بالنسبة لامر لاين. خدنا بعد كده امر ريكتانجولر، قلنا اختصاره ار اي سي انتر، تمام. وبعد ما تبدأ منه ار اي سي انتر بنختار من بين الاقواس، تمام. بيقول لي الاول عاوز سبيسيفاي فيرست كورنر، بحدد له اول كورنر. بعد كده بختار من بين الاقواس دايمنشن دي انتر، تمام. بحط له اللينس مثلا وليكن 10، بحط له الويتس مثلا وليكن 5، واقول له انتر، تمام. بيقول لي حدد لي الربع اللي انت تحطه فيه، تمام. بحدد له هنا كده، حطيلي الريكتانجل. لو علمت على الريكتانجولر ووقفت هنا بيظهر لي ابعاد الريكتانجولر 5 في 10، تمام. ده كده كان. وقلنا برضو ازاي نرسم ريكتانجولر بامر مساحه، اللي هو قلنا ار اي سي انتر، تمام. حطيت له اول كورنر وقلت له اريا اي انتر، تمام. بحط له اريا مثلا وليكن 25 انتر. بيقول لي حدد لي من هنا اللينس او الويتس اللي انت عاوز تحط يعني الطول او العرض. قلنا له مثلا الطول نحط له مثلا 5، قلنا له انتر. هو فرض العرض طبعا، قسم 25 على 5 في 5، يبقى هو كده حط المستطيل 5 في 5، تمام. بعد كده قلنا امر سيركل، تمام، سي انتر. بيقول لي سبيسيفاي سنتر بوينت، عاوز السنتر بوينت في اي نقطه، انا في اي مكان انا عاوزه. بيقول لي سبيسيفاي ريديوس اوف سيركل اور او سبيسيفاي ريديوس اوف سيركل، يعني هحط له الريديوس او اختار الديامتر من بين الاقواس. لو انا عاوز احط الراديوس تقول له مثلا الراديوس احطه 10، اختار الديامتر. قلنا زي ما احنا عارفين حط له نختار الديامتر من بين الاقواس، تمام، ونقول له الديامتر مثلا 10، تمام. دي دايره، دي دايره نص قطرها 10، دي دايره قطرها. بعد كده الدايرة دي ترسم بكذا طريقة. تمام، قلنا سي انتر ممكن نرسمها بس 2 بوينت تانجنت وتانجنت وراديوس ومماس وراديوس. قلنا سي انتر، تمام. اول ما نعمل سي انتر بنختار من بين الاقواس 3 بوينت مثلا 3 بي انتر، بنحدد اي ثلاث نقط نرسم بيهم الدايره، وليكن دي اول نقطه ودي ثاني نقطه، تمام. يبقى بمعلوميه ثلاث نقط. في برضو ممكن نرسمها بمعلوميه نقطتين. لو انا عارزم سي انتر 2 بي بي 2 بي اهو انتر، ادي اول نقطه مثلا نقطه، تمام. ممكن ارسمها بمماس مماس ومماس وراديوس. لو عندي مثلا خطين مايلين كده وده سي انتر، قلنا اختار المماس والمماس والكابيتي ار.
نختار التي انتر، نبدله اول مماس ولكن 5 بالخط ده والخط ده، والرادياس بتاعها نص قوس 5. ده تقريبا اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت. لحد دلوقتي في حاجة أو لحد دلوقتي هي فيها إيه؟ تاني 3 بوينت. اوكي، طب في حاجة تانية غير 3 بوينت؟ لا، ده فيرجن خلاص. هو الاتنين مش هيفرقوا يعني، الاتنين بيبقى قريبين من بعض. بس يا ريت الناس بس تغير اسم ال يعني كل واحد يحط اسمه، عشان بس اعرف مدانيش اقول مثلا جيست رقم كذا يعني. عادي، انا 2007 هتبقى في اختلاف بس في حاجات بسيطة جدا، بس لغاية دلوقتي مفيش اي اختلاف يعني، نفس اللي هنا هو اللي هنا. ماشي باشمهندس محمد، حاجة غريبة لحد دلوقتي. تمام يا جماعة ولا ايه؟ انا الناس سامعاني ولا ايه؟ عاوز بس اعرف الناس في حاجة تانية واقفة معاها ولا اكمل؟ الناس سامعة؟ مش شايف حد بيكتب، فانا يا ريت بس الناس تعرفني ناس معايا ولا مش معايا عشان اعرف اكمل. بس يا ريت الناس بس اللي سمعاني خلاص. اوكي يعني.
يا جماعة يا ريت الناس بس ال وعلى العموم اصلا على العموم لو الناس ما شافتوش النهارده ان شاء الله هيكون فيهم ورك ويكون كويس يعني، والناس تبدأ تحل معايا. اوكي دلوقتي هنبدأ بس نعيد عشان الباشمهندسة منى، وبعد كده نكمل مع بعض الأمر الجديد ان شاء الله. دلوقتي يا جماعة لو انا عاوز اعمل 3 بوينت تاني عادي، بعمل امر سيركل سي انتر وبختار من هنا 3 بوينت، بكتب 3 بي اهو 3 بي واقول له انتر، بختار اي 3 نقط انا عارفهم. مثلا عاوز اعمل الدايرة بينهم، مثلا ادي نقطة وادي التانية وادي التالتة. الدايرة مرت بدي نقطة والتانية والتالتة بس فيها مش في. حاضر ماشي انا ماشي هعيد بتاعت الاوبشن دي بسرعة في ثانية كده عشان نبدأ بس او نبص شوية كده عشان بس ناخد امر ولا حاجة، وبعد كده اصلها سهلة مش فيها حاجة يعني. تمام دلوقتي هناخد ان شاء الله امر جديد، هناخد امر اسم بوليجين اللي هو المطلع. تمام الناس معايا كده عشان نبدأ بس. نبدأ نخش في حاجة جديدة. دلوقتي يا جماعة في أمر بولجن اختصاره بي او ال انتر. تمام بيقول لي تحت ايه، احنا قلنا اول ما نحط الامر على طول بنجري على اللاين اللي تحت نشوف هو عاوز مني ايه. بيقول لي بوليجون انتر نمبر اوف سايدز، عاوز عدد الاضلاع بتاعته وليكن هندخلها له، نقول له انتر فايز بنتر هنا مثلا. بيديني اختيارين، هقول لكم ايه الاختيارين دلوقتي، بس نختار مثلا اول اختيار ده عاوزين نقسمه ازاي بقى. قول له بو اختصار دي سايد هل يكون 7 مثلا، قول له انت. تمام بيقول لي سبيسيفاي سنتر، حددت له دون عاوزه المطلع دون يكون ممسها بدايرة. تمام وتكون الدايرة ممسة بيه من جوه ازاي، لو اخترت اول واحدة تمام وقلت له، بيقول لي سبيسيفاي الراديوس، قلت له مثلا الراديوس 5 وقلت له انتر. لو جيت ارسم دايرة عاوز احط نص قطر، عاوز اجيب مركز البوليجن ده اجيبه ازاي، اوصل امر لاين ده مثلا بده وده او لا، عشان دون 7 بس يبقى احنا هنوصل النص ده بالنص ده النص ده لا دلوقتي في مشكلة. لا بس عشان نجيب مركز الدايرة تعمل الحتة دي بالراحة تاني، قلنا عاوزين نرسم بوليجون
بي او ال انتر. مثلا 7 بيقول لي حدد تاني بي او ال انتر، بيقول لي انتر نمبر اوف سايد، عاوز عدد الاضلاع اللي هي دي، واحد اتنين عدد الاضلاع. تمام، هنقول له مثلا 7 انتر، وبيقول لي حدد السنتر بتاع المضلع ده، نقول له مثلا هنا، بيقول لي عاوز تكون 100 في الوقت بالمضلع ممسة بالمضلع من بره. ازاي؟ لو انا اخترت مثلا دي وقلت له الراديوس مثلا، قلت له انت، تمام، اجي الراديوس بتاع المضلع دون هوصل مثلا دي بنص نص هنا، تمام، ودي بالنص هنا، ده المركز بتاع المضلع. عاوز ارسم سيركل نص قطرها، تمام. شفتوا لما انا اخترت اول اختيار بيقول لي يخلي المضلع ممس بدايرة نص قطرها كام؟ يعني لما جيت ارسم قلت له بي او ال انتر، وقلت له سبع سايدز، وحددت له السنتر بتاع البوليجون سيركل، يكون هو جوه ممس بالدايرة من جوه، تمام، او ممس بالدايرة من بره، تمام. لو انا اخترت ممس بالدايرة من بره ورسمت له وقلت له مثلا 6 راديوس، بيقول لي عاوز الراديوس، قلت له 6، تمام. لو انا جبت السنتر بتاع البوليجن دون، تمام، وقلت له عاوز ارسم سيركل، تمام، ده يكون السنتر بتاعها ويكون نص قطرها 6، مست بالبولوجين من جوه، تمام. يبقى الناس فهمت الاختيارين اللي هو بيطلبهم مني دول ايه هما. تمام كده، لحد دلوقتي في مشكلة ولا ايه؟ جست 95، ايه المشكلة؟ هحاول اعيد النقطة دي تاني. اوكي، ايوه، ايه المشكلة؟ خلاص ماشي، هعيد البوليجن تاني وبالراحة خالص. اوكي، خلاص ماشي، الناس بس تسيبها من الشات دلوقتي وهتركز معايا، تمام، عشان هعيد رسم المضلع ده تاني وبالراحة خالص، تمام. امر بوليجن، تمام، اختصاره بي ال انتر، تمام. لما بقول له بي او ال انتر بيطلب مني عدد السايد، عدد السايد او الاضلاع اللي هو في المضلع اللي هم دول، تمام. عاوز عدد السايد دول، بحدد له العدد اللي انا عاوزه وليكن 7 مثلا، تمام، اقول له انتر، بيقول لي حدد لي ايه؟ بيقول لي حدد لي السنتر بتاع البوليجون، عاوز السنتر بتاعه، حط له السنتر هنا. بيقول لي حاجة، بيقول لي
يتجاوز دون يكون جوه دايره او بره الدايره ممسه بيه. اخترت اول واحده تمام، والريد المضلع الريدياس مثلا 5. عاوز افهم ايه حكايه الدايره ممسه من جوه او ممسه من بره دي. انا عشان دايره سمعت في تمام. بعمل خطوط عمل كده عشان اجيب مركز البرج ده، بس انا عاوز اوضح الاختيارين اللي هو بيقول لي ممس الدايره ممسه بيه من جوه او عمل عشان بس تمام. اقول له سي وراها اختيار من جوه. انتوا شايفين اخترت ان بي او ال انتر، واخترت سب سنتر، واخترت تمام، وقلت له نص قطرها 6 مثلا، ده هو ده المضلع. لو عملت خطوط عمل عشان اجيب المركز تمام، وقلت له ده المركز، قلت له 6. ده الفرق بين الاختيار الاول والاختيار الثاني، ان هنا الدايره ممسه بالمضلع من جوه، ودي الدايره ممسه بالمضلع من بره. دون لما يجي يختار يقول لي اصلا الاختيارين دول فديتهم ايه، عشان احدد له الراديوس بتاعه، يعني يكون يمس ده، يكون الراديوس بتاع دايره وهميه يكون المضلع دون يمسها من بره او يمسها من لحد دلوقتي في مشاكل؟ ايه بس عرفني يعني فارد تمام. تمام هنكمل دلوقتي. انا رسمت البوليجن دون بس ما اعرفش طول الضلع ده، دور ما اعرفش طوله كام، انا عاوز اعرف طول الضلع ده كام. فانا لما اجي ارسم انا لما اجي ارسم تمام، انا يا جماعه بالنسبه عشان بس الناس امر الدار، انا الدايره دي عملتها لحد عشان اعرف بس اعرف الناس الفرق بين الاختيارين اللي كانوا لما اجي ارسم المضلع، لما اجي ارسم المضلع او ال دادلو بي او ال انتر بعد له الصايد. الفرق بين الاختيارين دول الاختيار الاول اللي هو الشكل دون، الاختيار الثاني ده هتكون تمام. يا جماعه كده تمام ولا في مشاكل؟ يا ريت بس ال لا بس طب هو الصوت واضح عند كله ولا في مشكلة عند كله؟
تمام. انا برضو هشتغل بالراحة برضو. دي اصلا مقفولة. تمام. ما عدا بس الفايرفوكس واوتوكاد هما تلات بس ده الاصل. طب خلاص نس نكمل. هو فعلا الصوت بيقطع ولا؟ بس كده نسبة الصوت. تمام. هي ناس كده. الناس بس تقفل الحاجات اللي عندها تمام عشان النت بس ما يبقاش بطيء يبدأ الصوت يكون واضح. اوكي. اوكي. دلوقتي انا لما رسمت المضلع تمام انا ما اعرفش طول الضلع ده قد ايه. تمام. عاوز اعرف دلوقتي رسم بطول معين بعمل بي او ال انتر بحدد له السايز ولكن مثلا اقول له انتر بدل ما اقول له سنتر اوف بوليجون تمام بقول له ايدج بختار ايدج من بين الاقواس تمام اي انتر تمام. بيقول لي عاوز سباي فيرست اند انت بوي اند بوينت بتاعت الايدج تمام. انا حددت له نقطة. بصوا يا جماعة لما اجي ابدأ اكبر واصغر البوليجون بيبدأ يكبر لي الضلع ويصغر لي الضلع. بحط له المسافة مثلا وليكن 3 وقول له انتر. دلوقتي البوليجون دون الضلع بتاعه انا متأكد 100% ان هو 3 تمام كده. خلص او امر المطلع ده خلص. في اي مشاكل؟ كده خلصنا امر المطلع. كده في اي مشاكل؟ طب نخش على امر تاني ان شاء الله. احنا برضو امر المره اللي فاتت احنا ازاي نمسح، احنا بنعلم على الحاجه تمام ونقول له اي انتر امر اريز اي انتر. تمام. دلوقتي انا عندي حاجه زي كده مثلا مطلع زي ده عاوز انقله من هنا لهنا في امر اسمه امر موف اختصاره ام انتر. اول ما اقول له ام انتر
بحدد المضلع اللي عندي، بقول له انتر، بيقول لي سبيسيفاي بيز بوينت، عاوز البيز بوينت اللي امسك منها المضلع، او النقطة اللي انا امسك منها المضلع، اي نقطة بقى، اي نقطة، حتى لو نقطة في اي في مكان فاضي، بس نقطة امسك منها المضلع. لو مسكت مثلا من النقطة دي كده المضلع بيتحرك معايا، بنقله مثلا في النقطة، في اي نقطة انا عاوزها، وليكن هنقله النقطة دي، يبقى انا كده نقلت المضلع من هنا لهنا بأمر اسمه أمر move. تاني دلوقتي أنا عاوز أعمل أمر move ام انتر. أول ما أقول له ام انتر بيقول لي تحت إيه select object، عاوز الحاجة اللي أنا أنفذ عليها الأمر، وليكن مثلا الدايرة دي أو السيركل دي، الدايرة دي اول ما علمت عليها وقلت له لازم اقول له انتر، يعني كل ما اجي اعلم على حاجه يقول لي سيلكت اوبجكت، اعلم على حاجه كمان يقول لي سيلكت اوبجكت، اعلم على حاجه كمان برضو يقول لي سيلكت اوبجكت، هذا انه يقول لي سيلكت اوبجكت لحد ما اقول له انا انتر. اول ما اقول له انتر بيقول لي تحت ايه سبيسيفاي بيز بوينت، عاوز نقطه الاساس اللي انا امسك منها التلات اشكال دول. لو انا حد مسكتهم من مركز الدايره مثلا دلوقتي هم ايه بيتحركوا معايا، هنقلهم في اي مكان انا عاوزه، ليكن هنا كده انا نقلتهم من هنا لهنا. ممكن انا عاوز انقل الاشكال دي كلها مره واحده، تمام، اروح معلم عليهم كلهم واقول له ام انتر، تمام، وامسكهم من اي بيز بوينت كلهم بيتحركوا معايا. تمام، تمام، مشكلة الأمر اللي اتشرح أمر موف. في مشكلة في أمر موف لحد دلوقتي؟ اه، الحروف هي اختصارات. في الاخر خالص، في الاخر خالص كل امر اختصاره هعرفكم ازاي تجيبوه من الاوتوكاد نفسه، بس انا عندي هدف واحد ان احنا نشتغل، تمام، يكون كل شغلنا بالكيبورد، هو هيكون اسرع، تمام، هو بالاختصارات، تمام، وفي الاخر هعرفكم ازاي تجيبوا كل الاوامر دي من القوائم، من القوائم اللي هي بتاعت الاوتوكاد نفسها. تمام، دلوقتي هناخد امر اسمه امر كوبي، تمام، امر نسخ زي امر موف بالظبط، بس بدل ما الرسمه لا بياخد نسخه من الرسم. بدل ما بحرك الرسمه بياخد نسخه ازاي؟ امر كوبي اللي هو اختصاره سي انتر، بعلم الرسمه اللي انا عاوزها برضو، بيقول لي سيلكت اوبجكت تحت، بعلم الرسمه اللي انا عاوزها واقول له انتر، بمسكها من بيز بوينت برضو، تمام، وابدا ينسخ لي، مش هيخرج قبل لما اقول له انتر برضو، طول ما انا معايا، تمام، هيخرج من الامر في حال ان اقول له رايت كليك او اقول له ماستر. تمام، في حاجة بقى حلوة، لو أنا عاوز مثلا عندي أمر لاين كده، تمام، وعاوز أنقل الرسمة دي هنا، بس من النقطة دي تكون على النقطة تكون على أول الخط ده، إزاي؟ عاوز أعمله بأمر كوبي، إزاي؟ سي أو إنتر، بيقول لي سيلكت أوبجكت، عملت له سيلكت أوبجكت دي، وقلت له إنتر. بيقول لي عاوز سبيسيفاي بيز بوينت، عاوز البيز بوينت، ممسكه بقى من نقطة
اللي هي هتقف على النقطة دي اللي هي دي، ماسكه من النقطة دي كده تمام، وروح حاطه على النقطة دي تمام، نقطة على نقطة، نشيل من بيمسكوا من البيس بوينت اللي احنا عاوزين اللي هي عاوزة تتحط على نفس النقطة دي تمام. تمام، في مشكلة مع الناس لو الصوت واضح او الناس في الشرح، الناس بس على التيك تمام. في هنا امر حرب تمام، اللي هو اختصاره ازاي يعمل اختصاره ايه، انتر دي وعن كده تمام. عاوز الزاوية دي بأمر ارك اختصاره ايه انتر، بختار ما قلت له ايه انتر بيقول لي سبيسيفاي ستارت بوينت بتاعت الارك. عاوز الستارت بوينت، قلت له الستارت بوينت هتكون دي. عاوز السكند بوينت اوف ارك، لو قلت له السكند بوينت هنا تمام مش هينفع. ليه؟ لان الارك بيتعامل بثلاث نقط، ما ينفعش دي تكون اللي تكون الانتر تاني. وقلت له ستارت بوينت تمام، وقلت له هنا مثلا نقطة وهمية للسكند بوينت، وقلت له طلب مني الاند ده قوس، بس طبعا القوس ده مش انسيابي او مش مظبوط على. فعشان اقسم دلوقتي ان القوس ده نقط ستارت بوينت سكند بوينت واند بوينت. دلوقتي ايه انتر بقول له، بيقول لي هنا سبيسيفاي ستارت بوينت ستارت بقول له الستارت بوينت هنا، وبقول له هنا بين قوسين اختار الاند بوينت، بقول له اي انتر، بحدد له الاند بوينت على طول تمام. بقول له هنا ايه بقى، لو انا عارف الراديوس بتاع القوس بختار من هنا ار 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 انتر، او لدور مثلا في رسمة، في رسمة مثلا مثلا الزاوية دي صغيرة، فمش انا عاوز مثلا احطها يعني كده افبركها مثلا، بحيث تكون مثلا يعني شكلها كويس او انسيابية، بس انا معرفش الراديوس بتاعها كام، فبختار من هنا دايركشن دي انتر تمام، وبحدد له الدايركشن بتاعها مثلا وليكن كده اتعمل القوس تمام. ده بأمر لو انا اخترت دايركشن دلوقتي. حد هلحق ولا اكمل عادي؟
في مشكلة في الصوت أو في الشرح؟ اوكي ماشي يا بكر، تمام هعيد الارك تاني. اوكي اوكي هعيده تاني. اوكي دلوقتي انا عاوز اعمل ارك بين الخطين دول بامر امر اختصار امر ارك اللي هو ايه انتر، تمام. بختار بيقول لي سبيسيفاي ستارت بوينت، بختار الستارت بوينت وليكن دي، تمام. بختار من بين القوسين هنا بيقول لي سكند بوينت او بين قوسين هنا سنتر او اند، اختار من هنا الاند، بقول له ايه انتر، تمام. بختار هنا الاند بوينت، تمام. لو انا عندي الراديوس بتاعها بختار ار انتر وبحط له الراديوس بتاعها بامر اسمه امر دايركشن، شوف انا يبدأ يحرك معايا القوس لحد ما اظبط شكل القوس كده مع الرسمة، وليكن كده القوس كده بقى، تمام. بس في نقطة، لو انا مسحت ده كده وقلت له ايه انتر وقلت له هنا الستارت بوينت، تمام، وقلت له ايه انتر واخترت هنا الاند بوينت، تمام، وقلت له دايركشن هيظبطها عادي. بس في حاجة، لو انا قلت ايه انتر وقلت ستارت بوينت هنا، تمام، وقلت ايه انتر اللي هي الاند بوينت، تمام، وقلت له اند بوينت هنا وقلت له راديوس، قلت له راديوس مثلا 2.5، قلت له الراديوس مثلا 8 انتر ستارت بوينت، عشان بس انا ما اعرفش المسافات دي قد ايه، فعشان لما اجي احط راديوس انا ما اعرفش، فبفرض اي راديوس لحد ما يظبط معايا، تمام، لان انا فعلا ما اعرفش، يعني انا عملت خطين وهميين كده، تمام، بحيث اشتغل عليهم. فانسب حاجه لحاجه زي كده لما اجي اعمل اشتغل بالدايركشن احسن. ستارت بوينت وقلنا اي انتر وقلنا دايركشن، نشتغل بالدايركشن بيكون افضل. انما لو عندي الراديوس معروف، تمام، ببدا بدل ما اعمل دي انتر او دايركشن بحط الراديوس واشتغل، تمام. يا ريت بس الناس يعني لو في مشكلة لحد دلوقتي الناس تقول. تمام. دلوقتي احنا هناخد امر اسمه امر شامفر، شامفر، تمام، اختصاره سي اتش اي. الامر ده بيعمل ايه هنعرف دلوقتي. الامر ده
لو انا مثلا عاوز اوصل الخطين دول ببعض، تمام، يعني لو جيت مديت الخط ده كده ومديت الخط ده كده، يتقاطعوا يتقاطعوا في النقطة دي على طول، امر اسمه شامفر ايه، تمام. بيقول لي سيلكت فيرست لاين، اول ما حط عملت سيلكت ده وسيلكت ده وصلهم ببعض على طول. دون لو انا مش محدد له حاجه اسمها ريدياس، لو انا محدد له حاجه اسمها ريدياس، لو قلت له سي اتش اي انتر واخترت من هنا، بيقول لي سيلكت فيرست ديستانس او انجل او تريم او ميسود. لو انا حددت له الديستانس مثلا دي انتر، وقلت له الديستانس مثلا واحد مثلا، وقلت له كده وكده، بس عشان بس المسافة دي كبيرة، تاني سي سي اتش اي. دلوقتي احدد له الديستانس وليكن مثلا 3، انت بيقول لي عاوز المسافة التانية، قلت له 3 مثلا. اعمل شط، اعمل ازاي؟ انا عاوز بس يعني النقطة اللي عاوز ايه، هو عاوز يعمل ايه وانا فهمكم هو عامل كده. ازاي دلوقتي هو عامل شطرة في الخط، تمام، الشطرة دي ازاي؟ ثانية واحدة يا جماعة بس. دلوقتي تمام دون كان أصل الخط كده، معلش الناس معايا، تمام اوكي. دلوقتي ده كان أصل الخط كده، لما طلب مني، لما قلت له ديستانس من شويه، طلب مني مسافتين، اللي هو اول مسافه اللي هو يرجع، فاللي هو يرجع دلوقتي لو انا حبيت اقيس المسافه دي، هلاقيها 3 والمسافة دي هلاقيها 3. أنا أصلا لما جيت طلب مني المسافتين، قلت لي أول مسافة يدخلها 3 مسافة يدخلها 3 مسافة هنا ده وعم. لو يبقى نعملها تاني، قلت له مثلا سي اتش اي، تمام، حددت له هنا الديستانس من تحت، قلت له دي انتر، وقلت له مثلا 7، اول مسافة عاوزها 7، تاني مسافة عاوزها مثلا 8، وقلت له اول خط وتاني خط. تمام، يبقى هو رجع من هنا 8. ريفريش ارجع تاني ولا ايه؟
طب الناس الصوت عندها واضح ولا مش واضح؟ لو ناس كتير قوي الصوت مش عندها واضح، اعمل ريفريش. يا جماعة، هو الشيل بس بيتقل الشرح شوية، ده طبيعي ان هو يقطع. نكمل شرح ولا في حاجة واقفة في الحاجات اللي فاتت؟ هناخد فلت اختصاره اف انتر، تمام؟ اف انتر بيقول لي هنا عاوز، انا هقول لكم بيعمل ايه وبعد كده، زي امر شامفر بالظبط، بس بدل ما بيعمل شفره بيعمل قوس. بحدد له الراديوس مثلا وليكن 7، واقول له انتر، بقول له اول خط وتاني بيروح، هو عامل قوس اوتوماتيك. الراديوس بتاعه نص قطر، نص قطره 7. ده امر فلت، بحدد له اف انتر، بقول له قبل ما بيقول لي سيلكت فيرست اوبجكت، لا انا هقول له الاول الراديوس كام، ار انتر، تمام؟ بحدد له الراديوس اللي انا عاوزه. يبقى ده بدل ما نعمل امر ارك مثلا، لو اعمل بين قوسين بين الخطين دول، بقى بقول له الراديوس كام مثلا، وليكن 7، نقول له 8 مثلا، لما اقول له انتر بقول له، بيقول لي هنا سيلكت فيرست اوبجكت، ادي فيرست اوبجكت، بيقول لي سيلكت سكند اوبجكت، بيروح عامل قوس بين الخطين. تمام، دلوقتي امر ارك او امر فيلت. يبقى خدنا هنا دلوقتي كام امر؟ خدنا بوليجون اللي هو مضلع، تمام، وخدنا امر شامفر وامر فيلت وامر ارك. في اي مشكلة لحد دلوقتي في اي امر من الامر اللي فاتت دي؟
تمام. ما الامر ايه يا باشمهندسه منى؟ فيليب امر نفس امر امر اختصار اتش اي امر فيلت اختصاره اف انتر. بس لازم قبل ما بيقول لي هنا تحت، قلنا اول ما نحط امر بنروح على كوماند لاين، قبل سيلكت فيرست اوبجكت بختار منها الراديوس، بقول له ار انتر، بحط له الراديوس اللي انا عاوزه، مثلا 7 8 9 اي راديوس انا عاوزه، وليكن مثلا 10، واقول له سيلكت اوبجكت، ادي سيلكت اوبجكت، بيروح عامل راديوس نص قطره 10، تمام، ويكون ممر باخر، بيمر باخر بالخط ده ويمر باخر الخط ده، تمام كده يا باشمهندسة منى. بعد كده هناخد امر اسمه امر اوفست، ولا ناخد امر بدل قبل امر اوفست، امر مهم برضو، امر اسمه امر روتيت، او امر اللي هو تدوير او ادور اي رسمة عندي. لو انا مثلا عندي ريكتانجولار ار اي سي انتر مثلا، تمام، عند المستطيل ده، تمام، عاوز اعمل تدوير للمستطيل ده، اعمله ازاي؟ بامر اسمه امر روتيت او روتيشن، اختصاره ار او انتر، ار او انتر، بيقول لي تحت سيلكت اوبجكت، بعمل سيلكت اوبجكت، عاوز البيز بوينت اللي هتمسك منها المستطيل وهتعمل له عملية تدوير، وليكن دي، تمام. شوف لما اجي احور بيعمل عملية تدوير، تمام، زاوية، تمام، 45، تمام. نخلي بالنا في الاوتوكاد بيلف عكس عقارب الساعة، لما اعمل زاوية 45 لف كده، تمام. تاني امر روتيشن اختصاره ار او انت، ار او انت، بعمل سيلكت اوبجكت، بقول له انتر، بمسك المستطيل من بيز بوينت. طب انا افرض عاوز امسك المستطيل دون من النص، امسك اعمله ازاي؟ بقف هنا عند النص، ما بتكاش، بس بمشي، اول ما بقف كده بمشي بيعمل خط وهم، بروح سايبه وراح برضه النص هنا، بمشي اول ما اقرب من خط الوهم اللي كان معمول بيعمله نقطة تلاقي هنا في النص، بروح ماسك، تمام، واعمل عملية تدوير، وليكن مثلا بزاوية برضه 45 كده، اعملهم بزاوية 45 كده، زي احنا كنا دورنا 45 الاول ورجعنا دورنا ب 45 تاني، اعملها بزاوية 90، تمام. بس افرض انا عاوز ادور نسخة من المستطيل، مش عاوز ادور المستطيل نفسه، اعمل امر او ار او انتر، وامسك واعمل سيلكت اوبجكت، تمام، واقول له انتر، واروح ماسك المستطيل مثلا، تمام، وليكن برضو من النص، بقف هنا وبنزل اعمل خط وهمي، برجع اقف هنا وامشي، بيروح لاقط معايا، بس لما بمسك النقطة من بيس بوينت بيطلب مني ايه؟ سبيسيفاي روتيشن انجل، عاوز الزاوية اللي ادور بيها، اور كوبي، اقول له كوبي سي انتر، تمام؟ كده انا بدور نسخة منه، بحط له روتيشن انجل وليكن مثلا 30، واقول له انتر، كده ادور نسخة منه مش دور نفسه. امر روتيشن كده واضح.
اوكي هعيد تحت امر الكوبي تاني. تمام. دلوقتي قلت انا عاوز ادور مستطيل، بس مش عاوز اعمل ادور مستطيل، اعمل نسخة، عاوز ادور نسخة منه. فبعمل امر انتر، كليكت وانتر صفارين. تمام، قلنا هنمسكه مثلا من النص مثلا. تمام، وبقول له بدل، بيقول لي تحت هنا ايه، سبيسيفاي روتيشن انجل اور هنا بقى بيقول لي هنا كوبي، اعمل له، اعمل نسخه منه. بعمل، قلنا نختار اي كلمه بين الاقواس ازاي، او بالحرف الكابيتال اللي فيها. قلنا مثلا سي انتر، اعملها مثلا وليكن 45، بيقول لي تحت، هو بيقول لي تحت سبيسيفاي، فبقول له 45 وبقول له انتر كده، ده 45. تمام كده، تمام، جست 194. اوكي، تاني نقطة المنتصف. لو انا عندي مستطيل كده عاوز احدد نقطة المنتصف بتاعه مثلا، لما لازم دي متحددة عندي، اللي هي اوبجكت سناب، دي تراكنج، اوبجكت سناب تراكنج، لازم تكون دي متعلقة أو واضحة عندي. طيب يبقى احنا خدنا ده حاجات لغاية دلوقتي، اللي هي اوبجكت، اللي هي لا، خدنا حاجتين لحد دلوقتي، اوبجكت سناب واللي هي بولار تراك. دلوقتي هحدد نقطة المنتصف ازاي. قلنا مثلا نعمل، مثلا عاوزين نلعب سي، عاوز احط دايرة في نص المستطيل ده ازاي، اروح واقف هنا على نص الخط دون وبقف، ما بتكاش بالماوس، بقف بس وبسحب لتحت كده، بيعمل خط وهمي. تمام، لو سبته ومشيت، لو لاحظنا على الخط من فوق حد، تمام، يعني اول كان بقى. تمام، واروح برضه عند نص الخط دون، واروح واقف عليه شويه كده، ما بتكاش، بقف بس وبمشي. اول ما بمشي وبقرب من الخط التاني، بيروح لاقط معايا الخطين في نقطه واحده، بقول له ده السنتر بتاعي. تمام، بقول له احط له الريدياس مثلا بتاعي، اي حاجه بس. اوكي، تمام كده يا جماعه. اوكي ماشي يا باشمهندس فاطمة، اوكي مش مشاكل. دلوقتي عاوز احدد المنتصف ده تاني، لازم اخش في امر معين، او ان انا مثلا اعمل مثلا سيركل، اعمل ريكتانجولار، اعمل اي حاجة يكون نص، يكون مثلا ابدأها من نص المستطيل ده مثلا. بعمل سي انتر مثلا دايرة، بروح جاي على نص الخط دون، ما بتكاش، بسحب الماوس لتحت. تمام، بيعمل لي خط وهمي. تمام، لو سبته كده ومشيت عادي ورجعت تاني، بيعمل لي نفس الخط. لو انا رحت وقفت على الخط ده برضو، سبت عليه شويه كده، ما اتاكدش، انا وقفت بس ومشيت، برضو بيعمل لي خط وهمي، بس هو لسه لاقط عند الخط اللي فوق. يعني اول ما اقرب من الخط ده كده، تمام، اول ما اقرب من الخط بيلقط معايا. تمام، يبقى ده عرفت ان ده السنتر، واروح راسم الدايره، يبقى انا كده متاكد سنتر بتاع كده، ده السنتر بتاع. طيب
ده كده السنتر بتاع المستطيل، وده برضو السنتر بتاع الدايرة. تمام. وصلت. لحد في مكان. حكاية المثلث لازم مثلث بيحدد نص الخط. يبقى قلنا قبل ما نبدأ الاوتوكاد، قلنا كل مرة نشوف الاوبجكت سناب او اس انتر، قلنا اهو ده الميد بوينت بتاع اي خط بيبقى على شكل مثلث. لازم اكيدين احنا معلمين على المساعدين دول. تمام. انا مش شرط يكون المقاس عندي يكون من جميع الجوانب، على حسب ده مستطيل ولا مربع ولا ايه يعني. تمام. ما هو انا يعني ممكن مثلا اصغر ده كده، يبقى ده ممثل ده وده ممثل ده، بس انا حسب انا ايه. يبقى ده كده 80 وكذا في 80 وكذا، يعني هو ده كده. لو مربع يبقى ممثل من كله، لو مستطيل مش هيبقى مثلا من ناحية واحدة بس. ماشي يا باشمهندس زينب. تمام كده يا باشمهندسة منى. دلوقتي هناخد امر اسمه امر اوفست. امر اوفست ايه؟ امر اوفست ده انا عاوز مثلا اعمل خط، ادي عملت خط كده. تمام. عاوز اعمل نسخة من الخط ده كده، لو عملت سي او انتر تمام ونقل خط من بيس بوينت، عاوز اعمل نسخة كده. بس عاوز اعمل النسخ دي كلها تكون على تمام. ممكن مثلا تمام اللي هو امر كوبي. تمام. واقول له من هنا، واقول له المسافه اللي عاوزها مثلا وليكن 5، واقول له انت. تمام. 10، واقول له انت. يبقى الضعف. تمام. بس انا في امر تاني سهل عليا الحكايه دي، اللي هو امر اوفست. بعلم على اوفس انت. تمام. مسافه مثلا اللي انا هرحل بيها الخط. اوفست بيقول لي سبيسيفاي اوفست ديستانس. تمام. طول المسافه فوليكن مثلا 10، واقول له بيقول لي عاوز يحدد السايد الناحيه دي. قلت الناحيه دي في اي حته بيعمل اوفست. عاوز اعمل اوفس التاني، بحدد بتك على اخر خط واتك في المكان برضه من الناحيه دي، اقول له كده انا اتك على اخر خط واتك.
كده انا متأكد ان الخطوط دي كلها على مسافات 10 من بعض. لو عاوز اعمل الناحية السايد التاني اربعة متكة على السايد ده كده جوه الامر لحد ما اقول له انت كيب. تمام كده امر اوفست، فهمنا بيسهل علينا ازاي يعني ده كده. يعني مثلا لما نيجي نرسم مثلا اي رسمه معماريه او حاجه ده بيسهل معانا في حكايه الحوائط. عايز اعمل حائط مثلا على بعد مثلا 25 او 12 سنتي، باجي بروح عامل كده واقول له اوفست 12 على طول او اوفست 25، ده بيسهل عليا الشغل بعد. تمام كده يا جماعة، في أي مشاكل في الشرح لحد دلوقتي؟ في حاجة يا جماعة بس عايزين نقترحها، إن هو هيبقى مواعيد المحاضرة بس عشان الفترة الجاية هيبقى في فترة امتحانات وكده، عشان بس ما انت ما يعني ما انتقلش على الناس وباش يعني ما انتقلش. نقترح ان احنا نبقى يوم الخميس بس، وهتبقى لمدة ساعة واحدة. تمام عشان بس يعني ما نقطعش وتبقى الناس كلها متواصلة مع بعض، عشان قلنا ما نقطعش مثلا والناس تبدأ تتوه. لا هنخليها مثلا محاضرة واحدة تبقى يوم الخميس لمدة ساعة. تمام وبعد الامتحان ان شاء الله نرجع برضه تاني نكثف المحاضرة بحيث نخلصها. هتبقى برضو بس يا باشمهندس عشان بس فترة امتحانات وكده، وهنرجع بعد كده يعني في اخر شهر واحد، هو بس يعني مدة بس اسبوعين او حاجة، وفي اخر شهر واحد ان شاء الله هنبدأ برضو نكثف، ممكن تبقى 3 ايام في الاسبوع كمان لو حبيتوا يعني. ان شاء الله هتبقى برضو ميعادها يعني الساعة 9، هتبقى من 9 ل 10. تمام كده اوكي تمام. دلوقتي كفايه كفايه النهارده كده عشان خدنا اوم كتير، فعشان الناس بس ما تتوهش. تمام دلوقتي انا بورك. تمام الناس تنزله. تمام الهوم ورك على الميل انا هكتبه دلوقتي. ده الميل بتاعي. تمام الناس بس هتلاقي في الهوم وورك. تمام هي الهوم وورك عباره عن صوره انا واخدها سكرين شوت، يعني انا مصور الرسم. تمام هتلاقي فيها دايمنشن وكده، احنا لسه ما خدناش الدايمنشن، فالناس بس ترسم الرسمه تمام وتبعتها على الميل ده. تمام لحد ما يعني علي انا هشوف الرسومات كلها ان شاء الله. تمام ويوم الخميس انا هشوف الغلطات فين ونبدا نوضح للناس الغلطات ايه.
اتفضل يا باشمهندس. تمام، يا ريت بس الناس تكون يعني على الاقل فهمت الكلام اللي اتقال النهارده. تمام، احنا خدنا اوامر كتير قوي النهارده، بس يا ريت الناس تبدا تطبق، لان بعد كده الناس هتنسى. يعني نحاول نطبق مع بعض كتير، والرسمه اللي احنا هناخدها دي نحاول نرسمها وبالراحه كده، هنلاقي فيها ممكن نلاقي فيها حاجات صعبه، او نلاقي فيها ابعاد مش موجوده. يعني نفرض الأبعاد اللي مش موجودة، يعني اللي يقابله بعد مثلا تمام؟ الرسمة أنا لسه حاططها دلوقتي ميديا فاير، وحطيت الميل معاها. أوكي، أوكي، شكرا باشمهندس، ربيك. دلوقتي في اي حد عنده اي اسئلة قبل ما ننهي المحاضرة؟ وان شاء الله باذن الله نتقابل يعني يوم الخميس ان شاء الله الساعة 9. تمام. طب عشان انا بس استأذن، انا في اي حد عنده أسئلة في الكورس؟ شكرا لكم، السلام عليكم.